اهلا بكم معانا هنا ماسبيرو، سهره جديده بنجدد لقائنا معاكم في سهره كل جمعه. والنهارده الحقيقه الحلقه ممتعه، نتمنى انكم تتابعونا وتستمتعوا معانا ونتفرج على مصر قد ايه بلدنا العظيمه لما بتقدم لنا من القامات الفكريه والادبيه. معانا النهارده وخصوصا ما يكونوا سيدات كمان معانا، يعني اول ضيفتنا هقدمها لحضراتكم من ابرز الاسماء في الفكر او في مجالات الفكر والادب والنقد والنقد الفني والادبي والادب المقارن، استاذ الادب الفرنسي في جامعه عين شمس وحاجات كتير قوي. بنتكلم كمان عن مناصب دوليه تولتها، كانت عضو باليونسكو وكانت مسؤوله العقد العالمي للتنميه الثقافيه لمده 10 سنوات، وده انتج لمصر مشاريع عملاقه. بنتكلم عن مكتبة اسكندرية، عن متحف النوبة. كمان هي كانت رئيس لجنة المسرح بالمجلس الأعلى للثقافة الدورة يعني سابقا، وهنعرف منها الوقت قدمت ايه من خلالها. قدمت للمسرح كتير الحقيقة من خلال إدارتها للمسرح القومي وتأسيسها لمسرح الهناجر اللي احنا لحد النهاردة بنروح فيه ناخد جرعات من الثقافة. كان مسؤول عن ثقافة الحقيقة جيل كامل اتربى على مسرح الهناجر بروافده الثقافية المختلفة. هي صاحبت أيضا أكتر من دراسة في الأدب المقارن وحصلت على العديد من الجوائز العالمية والعربية. هنتعرف بقى على الجوائز أثناء الحوار عشان ما أطولش عليك، وبرحب بزميلتي اللي هتشاركني الحلقة النهاردة داليا درويش. أهلا يا داليا. أهلا بيك يا دينا، وأهلا بكل السادة المشاهدين اللي بيتابعونا. زي ما قالت دينا النهاردة سهرة ثقافية في المقام الأول. الحقيقة أن كل محبي الثقافة أنا واثقة أنهم هيستمتعوا بسهرتنا النهاردة، وهنعيد معاكم يعني مكان جميل ومجال أجمل من الثقافة المصرية وتاريخ الثقافة المصرية. وخلونا بعد الترحيب بضيفتنا الجميلة والعظيمة الدكتورة هدى وصفي حن كمان نرحب بضيفتنا دكتور فينوس فؤاد، وهي أستاذ النقد الفني بالجامعات المصرية ووكيل وزارة الثقافة بالمجلس الأعلى للثقافة، وأدرج اسمها في موسوعة الرائدات العربيات رائدة التنشيط الثقافي في مصر. منحت وسام فارس في مجال الإدارة الثقافية ولها مئات المقالات المنشورة، وعضو اللجنة الثقافية بالمجلس القومي للمرأة وعضو الهيئة الاستشارية لمنصة بيقول الدولية ومنصة مصر الخير للأشخاص ذوي الإعاقة. أهلا بيكي دكتور فينوس. أهلا وسهلا بحضرتك. يعني الحقيقة منورنا النهاردة وسعداء بوجودكم، شرف لينا وأكيد سهرة جميلة على شاشة التلفزيون. شرف ليا التواجد مع هذه الكوكبة الرائعة وأستاذتنا الكبيرة الدكتورة هدى وصفي. طبعا ده وسام لوحده، يعني أنا النهاردة حصلت على وسام جديد بهذا اللقاء. صحيح. طيب اسمحوا لنا بقى نبدا. دكتور هدى، انا عايزه يعني حضرتك ما يعني قدمناكي بس ما واجهتيش الكاميرا، فعايزينك بقى تكلمي الجمهور كده دايركت وتقولي لنا كلمه عن حال الثقافه الوقت. واحنا بنتكلم عن اسم يعني دكتور هدى وصفي النهارده معانا، يعني اسم من ابرز الاسماء في لوحه شرف الثقافه المصريه. حقيقي يا دكتور شرفتينا، قولي لنا بقى كده نظره على المشهد الثقافي من رؤيتك. الحقيقه طبعا مفيش شك انه المشهد الثقافي يعني قد يكون حاليا بيعاني من بعض الضعف في أمور كثيرة، لأنه كان حصل شكل من أشكال يعني مش نقدر نقول تخبط، إنما مسألة تقسيم التعليم، مسألة الجودة، مسألة أشياء كتير دخلت في يعني مسألة برضو الامتحانات اللي هي بتاع الام سي كيو دي، أو اللي هي بتتعمل أسئلة مثلا. أنا بتكلم على الجامعة بالذات، مسألة برضو يعني في حاجات كتيرة عملناها من غير ما تكون مدروسة كما يجب. بالذات كمان أنا بتكلم بصفتي أستاذة جامعية دلوقتي، مش بس كمان في الفن، يعني أصبحت حاجات كتير قوي في التدريس بقت محتاجة لمراجعة فعلا، ومحتاجة لجدية في المراجعة علشان خاطر ينصلح حالها. يعني حضرتك أستاذ الأدب الفرنسي في عين شمس. في عين شمس أنا اتمشي طبعا يعني من زمان، يعني طبعا في الجامعة وبشتغل في أدب عين شمس، لكن يعني أنا اشتغلت طبعا
في المجال الفني واشتغل طبعا، فكان الاثنين يعني ماشيين تقدري تقولي مع بعض، يعني وكان كنت يعني اعتقد ان انا نجحت في المجالين يعني. يا دكتور ده تواضع العظماء. الله يخليك. يعني نجاحك شاهد بيه يعني مش هقول مصر بس، ده العالم يا دكتور. حضرتك مقدره بجوائز عالميه رفيعه المستوى من فرنسا ومن ايطاليا، هنرجع لها تاني دلوقتي. فطبعا ما في شك انه احنا محتاجين فعلا وقفه، علشان يعني في حاجات كتير قوي يعني كان عندنا طموح ان احنا نعملها، لكن اعتقد محتاجه انها تتطبق بطريقه اكثر صرامه واكثر عمق. من ضمن الحاجات دي طبعا الحاجات اللي خاصه بالتدريس، الحاجات اللي خاصه بالفنون برضو، وطريقه الـ يعني دلوقتي مساله المسارح او مثلا ميزانيات المسارح، حاجات كتير قوي فيها يعني فيها عيوب او فيها تقولي فيها ضعف برضو، فلابد انه حد يعني يبقى يمد الايد فعلا ويستعدل بعض الاشياء اللي هي في طبعا يعني طموح كبير من رئاسة الدولة انه يبقى كل شيء جميل، لكن لابد من الاقتراب من نقاط الضعف اللي موجودة في كل منطقة علشان خاطر نتخطى هذه المرحلة بانه يبقى في اشياء اكثر انتاجيه عشان نلمس الانتاج اللي هو تقدري تنافسي بيه العالم. لانه اصبح دلوقتي طبعا العالم بقى فيه تجديدات كتير، وطبعا في كمان كارثه جايه على العالم اللي هي مش كارثه طبعا، هي من ناحيه طبعا نجاح كبير، ومن ناحيه طبعا ممكن تكون تهديد كبير اللي هي الذكاء الصناعي. وبرده هيبقى يعني في تهديد منه، وفي نفس الوقت هو طبعا حاجه ابداع يعني وكله، لكن يعني عشان تتملكي كل هذه الاشياء والتجديدات دي كلها لابد انه العنصر اللي عندك يكون متسلح، العنصر خصوصا الشباب يكونوا مسلحين بافضل تسليح. يعني يبقى عندنا مشروعنا الثقافي. طب اسمح لنا يعني وضيوفنا هنطلع لفاصل عشان نشوف التكريم برضو الخاص بدكتور هدى ونرجع تاني. بنعود مرة أخرى لحضراتكم ودكتور فينوس. الأسبوع ده وبالتحديد كان يوم الاثنين في تكريم واحتفالية كبرى لتكريم الفائزين بجوائز الدولة من سنة 19 حتى 24. ياريت تكلمينا عن فكرة الاحتفالية وقد إيه مهم إن احنا نكرم رموزنا الثقافية أو الرموز في أي مجال. بداية طبعا الاحتفالية دي حاجة مهمة جدا. ليه؟ احنا في حاجة اسمها تقديم القدوة للمجتمع، وكان دايما في العصور السابقة كان بيتم التشكيك في الحاصلين على جوائز الدولة او انها هبات او تمنح مجاملة لبعض الشخصيات القريبة من مقاعد السلطة او غيره. كان مهم جدا القاء الضوء على هذه الشخصيات بعد مرور 5 سنوات على تكريمها، لتظهر هذه الشخصيات، مع اني كنت اتمنى ان تكون شاشه الخلفيه الموجوده على المسرح تحوي بورتري زي اللي حضراتكم بتعملوه في البرامج، انه المين بوينتس او الهيدلاينز اللي موجوده لكل شخص عمل ايه في انجازاته علشان تؤهله للحصول على هذه الجائزه. لان احنا ايه الفايده ان انا بعلن هذا التكريم؟ ان انا بخلق قدوه. يعني اذا كانت سياسه الدوله النهارده بتقول لك اعملي هويه وانتماء للشباب، احنا زي ما دكتوره هدى وصفي استاذتنا الكبيره اللي بأكن لها كل احترام وتقدير، ومن منا لا يكن هذا الاحترام والتقدير لقامة كبيرة يعني أشرف أن أنا أصاحبها في برنامج ولو لدقائق قليلة، ويكون لي الشرف أني أجلس على مع قامة كبيرة على مائدة واحدة في الحوار معاكم، أشارت إلى مخاطر الذكاء الاصطناعي. ومن قبل كان أستاذنا الكبير السيد ياسين هو أول من نادى بخطورة العولمة، لأنها يعني ترمي إلى أو تهدف إلى محو الهويات ومزج أو تزويب الفواصل. إيه العولمة؟ إيه؟ تزويب الفواصل والحدود. صحيح. تزويب الفواصل والحدود نتج عنها اللي احنا شفناه إن الناس بتتخطى على خصوصيات الدول، بتتخطى على مواردها المائية،
بتتخطى على حدودها الجغرافية، بتتخطى على حدودها الثقافية، بتتخطى على كل شيء، لأن أنت خليتي كل شيء عندك متاح ومباح. كان زمان في حاجة اسمها أمن قومي، وكان في حاجة اسمها معلومات سرية طبعا، ومعلومات متداولة وخصوصية وخصوصية طبعا. ثقافية وخصوصية تفاعلية، يعني الناس تتفاعل مع مجموعة معينة وما تدفعليش مع الدول الأعداء. لما حضرتك فتحتي الحدود حصل دمج مع ثقافات مختلفة، حصل مخاطر جديدة جت. مهم جدا ان الولاد بقوا بياخدوا قدوتهم من دول احنا ما نعرفهاش، وبعد كده بتتفاجئي ان اللي حاصل على جائزة مش عارفة ايه بره، او ان هو كذا ده كان متهم في قضية اتجار في البشر، او متهم بقضية اخلاقية، او توفي بتعاطي مخدرات و و و و و و. فانتي بتخلي ولادك يروح على قدوة مشوهة، ولديك كنوز من العلماء المشرفين لثقافة بلدك والقائمين عليها واللي شكلوا وجداننا كلنا لا يعلم المجتمع عنهم شيء. فكان لابد من إلقاء الضوء، وأتمنى في المرات القادمة أن يتم يعني التكريم بشكل سنوي لإتاحة الفرصة. ناخد بال حضرتك أن التكريم على المسرح مثلا بيبقى ساعتين، فأنت مقيدة بخمس سنين في ثلاث مجالات تقديرية ونيل وتفوق أن أنت تقدميهم في خمس سنين، فالوقت قليل. لكن لو عملنا سنة بسنة هيبقى في مجال اكتر، في مجال ده اللي كان عشان حصل تاخير بس اعتقد هترجع مره ثانيه ان شاء الله، ان احنا نحتفل كل سنه ونقدم القدوه والنموذج لابنائنا. بالظبط، عايزين زي الشباب، عارفه منتدى الشباب العالم كده، ان دول يبقى في حوار مع الحاصلين على هذه الجوائز علشان يطمئن قلب الشباب ان لكل مجتهد النصيب، وان الموضوع خارج عن اطار المجاملات. صحيح. وأن هناك قدوة حقيقية تستطيع أو يستطيع الشاب أن يقتدي بها من بلد. هنرجع لحضرتك للنقطة دي لأنها هامة جدا، وخلينا بس نطلع للفاصل مع السادة المشاهدين ونكمل حوارنا الشيق جدا مع ضيوفنا النهاردة. عودة مرة أخرى لضيفتينا الكبيرتين، فعلا والله. دكتور هدى، بمناسبة حديثنا عن الجوائز والتكريمات والفيديو اللي كان معانا، عايزة أذكر كده يعني بعض جوائز حضرتك. حضرتك طبعا من مصر حاصلة على جائزة الدولة التقديرية 19-20، وطبعا دي جائزة كبيرة جدا يعني في المجال الثقافي، ومن جوائز الدولة القيمة جدا، شرف كبير. ولكن من العالم أيضا حضرتك كرمتي بجوائز الحقيقة كبيرة، جائزة الفنون والأداب من الحكومة الفرنسية بدرجة فارس، وأيضا بدرجة قائد من الحكومة الفرنسية، أيضا حصلتي على وسام قائد في الفنون من إيطاليا، أيضا حاصلة على جوائز من اليابان، من المغرب، من سوريا. يعني احنا بنتكلم عن تقدير عالمي. الوقت اللي حضرتك فيه كنت في معترك يعني الحركة الثقافية في مصر، كان عندكم رسالة يمكن برضو ناخد من آخر كلام دكتور فينوس، كان بتتكلم عن الهوية، وحديث الهوية ده يعني حديث خطير جدا. أتذكر على في كلمة الرئيس مع بداية ولايته الثانية، قال ستكون على رأس أولوياتي في المرحلة القادمة بناء الهوية واستعادة بناء الإنسان واستعادة الهوية المصرية التي تم تغييبها. أنتوا في أثناء عملكم في هذه المرحلة كانت فكرة الهوية وعلى رأس مشروعكم الثقافي، إزاي بقى قدرتوا ترسخوها؟ إزاي اشتغلتوا عليها في السنوات دي؟ أذكر أنك أنت دلوقتي لما فتحت الموضوع ده ذكرتيني بحادثة أو بنشاط عملناه، ويعتبر أكتر من نشاط، لما حبت فرنسا يعني تحتفل بأنها دخلت مصر بالحملة الفرنسية، قامت الدنيا ما عادتش. وقتها كان يرحمه كامل زهيري، جاب طبعا كان في لقاء بين شيراك ومبارك، واتفقوا انه يحتفلوا بدخول الحملة الفرنسية، وكلام طبعا فارغ في الأول يعني. وأنا فاكرة قامت الدنيا. أنا الحقيقة كنت كنت المساعد، أو يعني نقدر نقول بيسموها المنسق بتاع
بتاع لا بتاع كل الاحتفال. الاحتفال قعد كذا شهر وقعد يمكن تد على مدى سنه، وكان كنت انا المساعد يعني بتاع كامل زهيري، واغلب الوقت طبعا كامل زهيري ما كانش بيسافر وكنت انا اللي بسافر. والعكس اتهاجمت كمان علشان انا قسم فرنساوي، فلقيت اللي بيهاجموني على اساس افتكروا ان انا هحتفل بالثوره الفرنسيه او بدخول الفرنسي بدخول مصر نظره بدخول يعني نظره سطحيه جدا. طبعا صح. واعتذر لي بعد كده، كان كمال الغيطاني الله يرحمه اعتذر لي بعد كده. لكن هي الفكره وقتها لما جينا نعمل حاجه زي دي تكتشفي ان هم جايين علشان. وبعدين غيرنا اسم الاتفاقيه خالص او الاحتفاليه وسميناها 200 سنه على علاقات مصر فرنسا. كويس. كان فيها حاجات كتير جدا تثبت ان فرنسا جت تتعلم من مصر، وكانت جايه تشوف حاجات ما شافتهاش اول مره، وشفنا حاجات كتير قوي اتخذت من مصر عشان يعاد قراءتها في بلاد فرنسا علشان نستفيد يستفيدوا من العلم اللي كان عندك. الحقيقه احنا يعني انا مش عايزه اقول طبعا، بس ده تاريخ مش يعني معلن، انه يعني اوروبا كلها طبعا بدايه من انجلترا وفرنسا اكثر ناس يعني كلها يعني مصر تم التاريخ المصري بلاد التاريخ المصري وبلاد العربيه لغايه النهارده بالظبط. واخدوا يعني كل ما هم عايزينه. وبعدين احنا كنا طبعا برضو بنقع تحت تاثير ان احنا ما كانش التعليم قوي وما كانش ومساله كمان عدم الحريه في التعبير كان عندنا ما تسمح لناش ان احنا كان دايما في ضغط على ان احنا ما نتكلمش ونعمل. فانا نصحت بقى الاخ اللي كان هو دلوقتي بعد كده وزير ثقافه، فقلت له عايز تعمل نشاط مع مصر تتحاشى خالص انك تتكلم على اي حاجه تدل على ان مصر اقل شانا من فرنسا، لازم تتكلم كمان على ان احنا لينا اليد العليا في ان احنا علمناكم حاجات كتير ما كنتوش يعني جيتوا خدتوا صحيح خدتوا حاجات من عندنا عشان تفحصوها، لكن ما تنساش انه اللي ادالك العلم ده في الاول احنا. كون ان احنا دلوقتي ما واكبناش ثقافتنا القديمه او تاريخنا القديم وما استمرناش نبقى في يعني مثلا في قمه الثقافه او قمه العلم زي ما كنا زمان، ده مش معناه انه ده يهدر حقنا. طبعاً. احنا انت اتعلمت مني، انت جيت هنا وتعلمت مني وتعلمت. الاستجابه ازاي؟ ايه بقى يا دكتور؟ معلش عايز اعرف رد الفعل ايه على الكلام ده. ريدي وافق، والراجل كان كويس قوي اسمه جون جاك اياجون، هو بقي بعد كده وزير ثقافه الفرنسيه واحترمني جدا، واخدت بناء بعد الاحتفاليه دي انا اخدت حاجه وسام الدوله قعدوا قلت له ما فيش حاجة اسمها تيجي علشان خاطر تتفرج على الحواري عندنا عشان تبين ان احنا عندنا فقر وتصورها. ما فيش حاجة انك انت تيجي تتكلم على حاجات انت افضلك عليا ايه. ما فيش لما كنت هنشتغل بالطريقة دي وعايز تنجح اسمع كلامي، لانه دي بلدي وانا عارفه بلدي كويس قوي وعارفه ايه اللي نقوله وايه اللي ما نقولوش عشان خاطر ننجح فيه ونبين. انت جاي تعمل حاجه عمل ثقافي، فالعمل الثقافي ده لازم يبقى ناجح ويبين العطاء. انت جاي تقتحم بلد ما عملتلكش حاجه وجيت خدت حاجات، لكن في نفس الوقت لما صحيح انكم قدرتوا تفكوا الحجر الرشيد لكن الحجر الرشيد ده علمكم حاجات كتير. طب ممكن يا دكتور بما انه يعني احنا بنتكلم في الثقافه لا حياء في الثقافه، بصي بقى ايه برضو اللي احنا استفدناه من فرنسا؟ استفدنا من يعني غير فك حجر رشيد المطبعه مثلا. لا حاجات كتير انت استفدتيها من فرنسا. يعني عايزين نقول برضو القانون مساله القانون طبعا. طب يعني عايز اقول لك على حاجه، يوم ما حبينا نطالب انجلترا بانها تسيب مصر وتحل عننا استخدمنا القانون الفرنسي القانون المصري اللي عمله لنابليون. سافرنا للاسف الشديد، بس هو ده اللي حصل، سافرنا بمطالب مكتوبه باللغه الفرنسيه علشان خاطر القانون ساعتها انجلترا وهي فرساي، يعني اللقاء بتاع فرساي ده سافرنا بمعلومات او بكتابه فرنسيه علشان خاطر ما كنا عايزين نبين احنا رافضين للاستعمار الانجليزي. لا طبعا ما فيش شك انه فرنسا في جانب منها الجانب الثقافي ليها طبعا افضل. يعني نقول شامبليون حجر شامبليون المطبعه المساعده في التحرر القانون طبعا قانون المساعده في التحرر
بتستعيني برضو بقانون الفرنسي وبعض العادات المجتمعيه، حاجات كتير قوي بالظبط، والاتيكيت والعادات المجتمعيه والطرز المعماريه. لا هي فرنسا برضو لا يعني والصناعات حاجه تنويريه ثقافيه عظيمه بحاجتين. يعني عارفه دايما نقول عصر النهضه فرنسا، القرن 16 فرنسا، مش صحيح. عصر النهضه الحقيقي القرن 13 العربي. ليه؟ لان هم العرب اللي اخذوا من اليونان وترجموا، وبعد كده ايطاليا، ولما سافر فرنسا الاول سافر ايطاليا عشان يعمل حرب عليهم، اسمها كانت حرب مارينيان، لما وصل هناك فوجئ الفرنسيين بالطرز المعماريه وبالحاجات اللي موجوده في ايطاليا وبالفن الايطالي، فاخذ من ايطاليا، وهي بعد كده بقت ايه؟ عصر النهضة القرن 16. لكن عصر النهضة الأولاني الحقيقي هو القرن 13 العربي. حقيقة الحديث عن التاريخ ممتع قوي. أنا أتمنى أن احنا نتكلم كمان عن الحاضر بنفس القيمة اللي اتكلمنا فيها عن اللي بنتكلم فيها. بس تقولي عايزة بس أقول أضم حاجة للحاجات دي برضو، كتاب وصف مصر، عشان هنطلع فاصل بعد ما يعني اسمحوا لنا السادة مشاهدين نطلع فاصل ونرجع نكمل حوارنا الشيق. الحقيقة احنا كلنا عايزين نتكلم في نفس نفس الوقت. فاصل ونرجع مع حضراتكم. بنرجع لحضراتكم، وعايزه اقول بس ان يعني اثناء الفاصل الحوار الثقافي الشيق التاريخي لا ينتهي، وكنت اتمنى انه ده يظهر على الشاشه بس للاسف وقت الفاصل. لكن مره اخرى عوده مع دكتور فينوس. الشعوب او الدول يقاس تقدمها بمدى ثقافة ووعي الشعوب. إلى أي مدى بتشوفي أنه الشعب المصري وهو صاحب حضارة عريقة تاريخية واصل إلى أي درجة من الثقافة نقدر نقيم دلوقتي وضعنا الحالي؟ والله وإحنا مجتمع مثقف بطبعه، يعني إحنا ظهر ده إن إحنا عندنا كان ثقافة موجودة في المجتمع وزادت ساعة ثورة 2011 وثورة 30 يونيو. إن يعني إيه مثقف؟ يعني إن الناس تبقى عارفة قدر من المعلومات والمعارف عن كل ما يدور حولها. صح. اقتصاد، اجتماع، سياسة، فكر، صحة، تعليم، كل ده يبقى موجود. اكتشفنا في ثورة الثورتين اللي عدوا على مصر إن رجل الشارع الأمي، في فرق بين أمية القراءة والكتابة وفي فرق بين الأمية الثقافية. صحيح. ليس كل أمي هو مش مثقف، فبتلاقي ان الدورمان او البواب او الحارس اللي بيجيب الجرايد كل يوم بيوزعها على الشقق بيقعد مع السكان وبيقول له ايه اللي مكتوب هنا وايه اللي مكتوب هنا. تاني حاجه الانفتاح الاعلامي، ان بقى في قنوات كتيره جدا ناقله لكل ما يحدث حولك بغض النظر، وهنستثني اللي بتنقل حاجات مش مظبوطه او بتروج طبعاً. شائعات مش مظبوطه، ولكن نتكلم عن الغالبيه العظمى ان اصبح في انتقاء ثقافي ومعرفي. ده شيء إيجابي لمجتمع فيه نسبة أمية عالية، ولكن أنا عاوزة يبقى في عندنا إحصاء، وبقى ناشد الدولة إنها تعمل إحصاء، لأن إحنا اللي بيتصدر للعالم إن إحنا عندنا نسبة أمية عالية تفوق 50% أمية. ولكن أنا عاوزة نقيس أو نصنف أو نفرق بين الأمية القراءة والكتابة والأمية الثقافية. إحنا عندنا نسبة أمية أقل من كده بكتير جدا، لأن عندنا كل الناس، أنت لو وقفتي واحد بيبيع خضار وبيبيع حاجة بسيطة جدا قادر على تكوين رأي، عنده رأي وعنده فكر وعارف إيه اللي بيحصل وعارف مين وزير إيه ومين بيعمل إيه والماتش ده كان إمتى والدورة الألعاب البارالمبية كمان بتاعة المعاقين امتى وفاز فيها مين، وفي بتلاقي فيه جمهور. معنى كده ان احنا عندنا عطش ثقافي. احنا عاوزين نزود ده بقدر من المعلومات الثقافيه، ويعني ايه نضيف لي من مصادر موثوق فيها. اشارت الدكتوره هدى الى جزئيه مهمه جدا، دور
الثقافة والأنشطة الثقافية والأنشطة الترفيهية في التعليم. دلوقتي احنا دكتورة هدى أشارت إلى تغيير أنماط التعليم ونظم التعليم وإضافة مواد. وأنا كنت الحقيقة عايزة أتوقف مع حضرتك على نقطة التعليم بالتحديد. التعليم جزء، التعليم وعوامل أخرى دورها إيه في تنمية الوعي الثقافي حضرتك للفرد؟ هو احنا منظومة اللي يقولك أن وزارة الثقافة المسؤول عنها وزارة الثقافة هو مخطئ بقدر كبير جدا. الثقافة هي منظومة دولة. يعني تربية وتعليم وتعليم عالي وشباب ورياضة وتنمية محلية وصحة وكل وإعلام ودراما وشباب ورياضة، كل ده منظومة ثقافية واحدة بتشكل وعي هذا المجتمع ووجدانه. لما جينا بعد 2011 توقفت الأنشطة الثقافية والترفيهية والأنشطة الإثرائية في المدارس اللي كانت موجودة على هامش الكتاب المدرسي. يعني تلاقي ان الدرس مكتوب مثلا درس التاريخ هتلاقي فيه هامش كده عمود موجود على الشمال بيقول لك انشطه اثرائيه، يعني المدرس يعمل انشطه اكتيفيتي او انشطه تثقيفيه حره جنب المنهج، جنب المنهج عشان الولاد توصل لهم المعلومه. مثلا بيتكلم في التاريخ فيقوم يقول له ايه ده جامعه ابن طولون في المأذنه الفلانيه، ده المنطقه التاريخيه الفلانيه فيها كذا معلومات، فيعمل ربط يعني ربط للولاد بين تاريخهم وبين هو جاي المدرسه شايف ايه حواليه، وهو دي تاكيد هويه وانتماء. حضرتك انت اخفيت الكتاب المدرسي وترتب عليه اختفاء الانشطه الاسرائيليه، ترتب عليه اختفاء انشطه الحصص والانشطه الفنيه. بس احنا عاملين وقت طفره في الكتاب المدرسي خاصه في المرحله الابتدائيه، يعني بيقولوا انه المناهج الدراسيه الابتدائيه اختلفت في ما هو اختلفت الى مناهج الكترونيه. هذه المناهج الالكترونيه اختفت معها حصص الانشطه التفاعليه بين الطلاب. الانشطه التفاعليه هي اللي كان بيطلع منها، يعني دكتوره هدى هي ادرى مني بالجزئيه دي لان تخصصها، يعني ايه مسرح مدرسي. وكنا كمان داخلين في منظومه اسمها مسرحة المناهج، ان احنا يعني هنتحايل. انا مديرة المسرح القومي كنت بعمل اربع فترات في السوق في اليوم، كان الصبح مسرحة المناهج بالظبط، الصبح مهم جدا كان المسرح. حضرتك احنا كنا بندخل في ثانويه عامه المسرحيه بتاعت طه حسين والايام الادب، والادب فاكره طبعًا. وكنا بندخل دايما القصه بتاعت اللغه العربيه كنا بندخلها في المسرح. ما يا دكتور هدى بتقول مسرحه المناهج. ايوه الصبح كان الصبح. انا عرفت 12 ل2 ده كان الصبح، كان اربع حفلات في اليوم. الصبح كان مسرحه مناهج، وبعد كده مناهج مدرسيه يا دكتور. ايوه مناهج مدرسيه. مناهج مدرسيه. الساعه 7 يعني ماتينيه كنت بعمل ريبرتوار المسرحيات القديمه اللي ما حدش تتعاد بشكلها يعني كده. ف يعني افتكر حتى عمل شكل حد من المشاهير قوي الممثلين، بس برضو الاسامي بتروح مني دلوقتي. وبعدين ده كان الماتينيه. السواري بقى الحفله بقى اللي هي الرئيسيه. لو قدمت في الوقت ده اعمال مسرحيه لازالت لحد النهارده 46 عمل مسرحي كويس من سنه 95 ل 2002. 46 عمل من اشهر اعمال المسرح القومي حتى هذه اللحظه. للاسف كمان كان في قاعه فوق، قاعه عبد الرحيم الزرقاني، للاسف مش عارفه ايه اتحرقت وكده. لكن كان في اربع سهرات، اربع يعني زي ما تقول لقاءات بالجماهير، وبالليل بقى اللي هي الحاله اللي هو المسرحيه الاساسيه بتاعت الموسم يعني. ايوه كانت اربع مرات في اليوم المسرحيه. احنا في امس الحاجه حضرتك. انا وانا في ثانوي اكمل كلام الدكتوره هدى، وانا في اولى ثانوي كانوا المدرسين بيوزعوا علينا ان احنا نحضر مهرجان موليير للمسرح. وشفنا روائع الادب العالمي على المسرح، كان مسرح السلام انا فاكره كويس قوي. وكنا بنروح حفلات يوميه وكانت بالمجان. وقد ايه كان في توعيه في المدارس ان احنا نروح نحضر مسرح ونتثقف. احنا عاوزين نرجع ده تاني. انا عايزه اسالك سؤال يعني بس هنطلع. طب قولي يا دينا. لا انا عايزه اسال سؤال مهم والله، بس بعد ما ارجع. خلاص بعد ما نرجع هنروح لفاصل، وبعد ما نرجع الحوار الحقيقه مسترسل وكل النقط اللي ذكرناها مهمه الحقيقه. نروح لفاصل ونرجع لكم.
بنرجع لحضراتكم مرة تانية، والحقيقة قبل ما نغفل ان احنا ويمر وقت الحلقة بسرعة، عايزة اقول ان دكتور فينوس كان ليها العديد من الافكار اللي تحولت الى مشروعات، وكان من ضمنها مشروع ممشى اهل مصر، مشروع المتحف الجوال، مشاريع كتير. متحف المرأة. ومتحف المرأة. قبل بقى ما اتكلم عن المشاريع دي، لو انا بطلب من حضرتك تقدمي خطة إنقاذ سريعة في وقت صعب لإنقاذ الهوية المصرية والثقافة المصرية، هتقدمي إيه وتحريصي على إيه في الأول؟ أحرص على إن الشباب والمجتمع المصري يعرف تاريخه. معلش، احنا بنحتفل اليومين دول وقربنا نحتفل بافتتاح المتحف الكبير. المتاحف الناس بتبص لها انها رفاهيه، لكن المتاحف ده علم كبير قوي. ده المتاحف دي بالمناسبه انا كنت مسؤوله عن العلاقات الخارجيه للمتحف الكبير قبل ما يفصلوا الثقافه عن ما شاء الله. ما اقول لحضرتك انا شرف ليا كبير ان انا اكون موجوده مع حضرتك ورش هناك. يعني جبت عزة فهمي عشان تعمل الحلية. طبعا جبت كذا حد يعني يشتغل في الخشب في يعني دي يعني نوعية خطط بالفعل اتقدمت في وقت من الأوقات وموجودة وموجودة لحد دلوقتي. بالظبط. يعني لما جينا مثلا قلنا أو فكرت في موضوع ممشى أهل مصر، كان الفترة دي أنا كنت مستشار محافظة بورسعيد، وكنا بنطور الممشى السياحي حوالين أو نعمل ممشى يشق البلد كلها، يبقى على البحر وعلى قناة السويس. من أجمل المشاريع يعني هناك في بورسعيد. بالظبط. والناس تبقى مسألة ترفيه، بيستمتعوا ببلدهم ولمة حلوة وواجهة حضارية، بتحافظي أولا بتحافظي على البيئة ونظافتها ونقائها، بتحافظي على الواجهة السياحية. مفيش بلد في العالم ما رحتيش فيها مفيش فيها ممشى تمشي فيه وتبقي خارج كل القيود، إن أنت مش رايحة فورمة مش رايحة حاجة، أنت رايحة بس منتمية لهذه البلد، بتعملي فوتو سيشن، الناس بتاخد ذكريات حلوه، الناس بتاخد كده. انتوا عندكم مكان حلو قوي بتصوروا فيه في ممشى اهل مصر جوه عند النافوره. طيب دكتور هدى وصفي، برضو لو اتكلمنا عن المشاريع، حضرتك اثناء وجودك في اليونسكو قدمتي لمصر كتير جدا، ونتج عن جهدك هناك مكتبه اسكندريه، بنتكلم عن مشروع عملاق، ومتحف ايضا هو متحف عملاق، متحف النوبه. فكلمينا برضو عن التجربه دي. محسوبين في اليونسكو على انه من أنجح المشاريع اللي عملها اليونسكو مكتبة اسكندرية، لأنها كمان ليها تاريخ طبعاً. مع التاريخ نفسه طبعاً. ونوبة طبعاً. وكان فيها مشاكل كتير قوي مادية، وكان في حاجات كتير بتستدعي كذا مرة يحصل مراجعة في حاجات، وبيبقى محتاجين فلوس وحاجات زي كده، لكن كان في إصرار من يعني هنا يعني من مصر انه الموضوع يستمر وان احنا نكمل بكل طريق. وكتبت بقى حاجات كتير جدا ومذكرات وحاجات، وقعدنا نخاطب يعني اللي ممكن يعملوا تسليل العقبات لا، وكمان ممكن يعني يمولوا بعض المشروعات اللي تساعد وكده، يعني تمويلات وحاجات زي كده. فضلت كذا سنه يعني لغايه ما انتهى. بس هي لما خلص العقد العالمي، لانه 10 سنين ما خلص العقد العالمي للتنميه الثقافيه، كان الحمد لله المشروعين دول افتتحوا. يعني انا يعني حضرت افتتاح مكتبه اسكندريه، وحضرت افتتاح متحف النوبه في اسوان. والاثنين من اكبر المشاريع اللي عملهم اليونسكو، واللي اتحسبوا لليونسكو انهم هم يعني اضافه لل طبعا. يا دكتور تسلم ايديك اللي قدمت لمصر هذه المشاريع العظيمه. قصدي اقول كمان اتحسبت لمصر طبعا، واتحسبت للثقافه العالميه طبعا يعني. طب دكتور، لو احنا يعني سالنا نفس السؤال، ايه الروشتة، ايه العناوين العريضة اللي نقول ان احنا ممكن نقيم بيها دلوقتي مشروع ثقافي؟ احنا محتاجين لمشروعنا الثقافي في الوقت الصعب اللي احنا فيه، زي ما قالت دالي فعلا وقت صعب ثقافيا. ايه اللي حضرتك ممكن تقولي؟ واحنا بنتكلم طبعا عن زمن مفهوش الرموز اللي كانت الزمن اللي فات. لا، هو الفكرة مش كده، الفكرة انك انت لازم يبقى زي ما تقول تبقى سياسة الدولة، يبقى هي الدولة تتبنى
زي ما تقولي سياسة معينة تبقى ما فيش رجوع فيها وما فيش يعني انفصال فيها، انه يبقى مثلا مطلوب من الطلبة انه يبقى عارفين كذا كذا، يبقى في حاجات مقررة فعلا وتنفذ. وصحيح ما تبقاش عندنا مشكلة كمان في حاجات كتير قوي بتتنفذ على الورق لكن الحقيقة بتبقى مش موجودة، وتلاقي كتير جدا من الحاجات اللي يعني الطلبة عندنا كتير منهم قوي معلومات تنقصهم، يعني ما عندهمش فكرة عن تاريخ بلدهم قوي. اولا اساسا تاريخ البلد مش معروف قوي للطلبة. حضرتك احنا بنتكلم عن ايه؟ يعني احنا بس في كذا مشهد شفناه على الفيديوز اللي اتعرضت اثناء الحلقة جبنا سيرة مين؟ الراحلين بدون القاب، يعني اعلام كمال زهيري، جمال الغيطاني. جمال الغيطاني اتكلمنا عن وزير الثقافة دكتور فاروق حسني، ده كان عنده طبعا رؤية صحيحة. احنا ما زلنا بنفتتح في مشاريع يعني فاروق حسني، ما اتكررتش الحقيقة. صحيح ربنا يديله الصحة. عقلية منظمة لمشروعات مستقبلية لمشروعات مستقبلية كانت وما زالت موجودة ومدرك كبير. ما هو صاحب الفكرة طبعا بالظبط. وقبل كده كذا حاجة كمان في اليونسكو وكذا، احنا عملنا نشاط كمان، عملنا نشاط مع ايطاليا مثلا طبعا اكاديمية الفنون روما بالظبط. لا في حاجه كمان مهمه، ان احنا مش عاوزين انه كل شويه اما يجي تغيير وزاري او تغيير حكومه بنعتبر ان احنا بنبدا من البدايه او من الصفر. لا لازم نعترف ان في جزء تم انجازه طبعا، ولابد ان احنا نستمر ونبطل كلمه لاول مره. لا ازاي يعني احنا ما تم لاول مره؟ احنا مش لاول مره، احنا بنعمل حاجات كثيره قوي مهمه، وان احنا لازم نتعامل بالمنظومه. احنا دوله فيها تضافر مع الجهود مع كل الجهات، ما ينفعش ان ثقافه تشتغل لوحدها من غير صحه، من غير تعليم، من غير بيئة، من غير شباب ورياضه. لا وصح كلمه لاول مره دي لازم يعني نتوقف عندها. لازم تتوقف. لا اتعمل في المجال الثقافي ما اتعملش تاني كتير. وبعدين الثقافه يعني شيء تراكمي. احنا ما فيش حاجه اسمها ثقافه النهارده، لا الثقافه دي لازم تاخد من القديم وتطور وتجدد. كمان عايز اقول انه كمان مساله الرقابه على اي نشاط ثقافي او فكري دي لازم تتشال. يعني انا اتذكر مثلا لو هنجي الحاجه اللي اذكر فاروق حسني كان عامل لنا كارت بلانش في حكايه الهناجر، انه اي شاب يقدر يقدم مسرحيه حتى لو فيها نقد كذا، او مش لازم نخاف من النقد، دي اهم حاجه. مش لازم كل دي اوقات مش لازم نخاف من ان احنا ننتقد، حتى لو ننتقد السلطه او ننتقد، يبقى عندنا الشجاعه. انت عارفه واحد المظاهرات الاخيره في فرنسا واحد لطش ماركون بالقلم، ما عملوش حاجه، لطشوا بالقلم يعني مش اي حاجه. وبعدين ياما الراجل بتاع ولو ان انا ما بحبوش خالص بتاع امريكا ده، وهو اساسا اساسا يعني سيء، ترامب طبعا سيء ومليان عيوب وكمان ما عندوش اخلاق كويس، لكن برضه بيشتموه كل حاجه. يعني قصدي اقول لازم نرفع الحرج عن حكايه ان الواحد يتكلم بحريه، وكل واحد ما يبقاش اي حد مثلا قلقان احسن مثلا حد ينقل عنه حاجه. طبعا الحريه ام الابداع، لازم طبعا ان تتساب العمليه دي، انه ما يبقاش في خوف من اي انتقاد. والانتقاد ده لما يكون بحسن نيه وما يكون رغبه اصلاح البلد واصلاح الاشياء المفيده للبلد، لازم تتاخد بالمعنى ده. فده كمان بيساعد على انه الناس تبقى عندها حريه انها تتكلم، ما تبقاش يعني قلقه من اي حاجه، او اذا قالت كلمه تبقى مش في محلها او حاجات زي كده. لازم المسائل دي وكل الناس الحقيقه بتحاول انها تسعى انها ترفع من شان بلدها، محبين للوطن. اي حد في مكانه بيبقى عايز يثبت انه عايز يقدم افضل ما في وسعه. وكملي حضرتك يا دكتور فينوس، برضو كان ليكي كلمه عايزه تقوليها. بكمل انه ما نبطل بقى حكايه الأول مرة دي. احنا لازم نعترف ان احنا دولة ليها تاريخ، يعني حتى احنا بنقول ايه التبادل الحضاري في العالم القديم، يعني احنا حتى بناخد من قديم التاريخ. والدكتورة هدى الله يكرمها اشارت لده في الثقافة الفرنسية وغيرها من الثقافات اللي تعرضت ليها مصر، حتى الغزو الثقافي والفكري احنا استفدنا منه وخدنا منه وطورنا فيه. عاوزة ان احنا لما نحكي تاريخنا نكون فخورين بيه. يعني اذا كنا بنتكلم عن حرية الفكر والإبداع زي ما دكتورة هدى
أشارت، أنا أأكد على هذه الفكرة، إن إحنا كان عندنا لجنة أنا كنت عضو مؤسس فيها، وكانت بقرار من وزير الثقافة اسمها اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق وحريات الفكر والإبداع، صدرت بقرار من وزير الثقافة الدكتور شاكر عبد الحميد الله يرحمه، وكنا موجودين في المجلس الأعلى للثقافة، وادالنا إن إحنا نبقى نجتمع في المجلس الأعلى للثقافة لحماية الهوية المصرية من التداخل الإسفاف. في فرق بين حرية وفي فرق بين إسفاف، يعني دلوقتي مثلا أغاني المهرجانات أنا ضد إن إحنا نترك لها الحبل على الغارب. أيوة. لابد أن تكون هناك، لأن دي أصبحت بتشكل جزء كبير من ثقافة المجتمع. إذا كنا النهاردة بنلاقي الشباب حتى بالرغم بيقلدوهم حب الشباب والإقبال، لكن لا، لابد أن تتوقف، لأن دي بتسيء إلى ثقافة مجتمع وبتصبح اللغة الدارجة. أنا بعترض هنا يا دكتورة. أنت لما أنت دايما الغس، دايما اللي بيرمي ايه او بيطردوا عن الساحه ايه الحاجه الكويسه، الحاجه الجيده بالظبط. الفكر يطرد الفكره او يحرك الفكر، انا اللي اعمل. طب افرض يا دكتور ما عندناش الحاجه الافضل، وعشان كده هيسود بقى الرديء. هو ده اللي لازم التركيز عليه. ما هو احنا ما عندناش الحاجه الافضل، لازم ان نخلق مجالات للابداع جيده. في ناس كتير عندها استعداد انها تعمل بالظبط، لكن مش قادرين يلاقوا فرصتهم. لكن انا افرض ده وامنع ده، لا يعني مرغوب اكتر. لا يعني مش قصدي كده، يعني هو مثلا الاغاني بنسميها اغاني التيك اوي او الاغاني السريعه للولاد برضو بره كده الولاد. ايوه ده ما يمنعش. ما انا بقول لحضرتك ده وعندهم ده. دلوقتي بنلاقي ان بعض الاعمال الخاصه بمسرح الشباب او ال 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 الشباب بالذات، لا مش الشباب بالذات يعني وان بعض المجتمعات او لقاءات الشباب والشباب الجامعي او شباب غيره في الملتقيات اللي بيعملوها دلوقتي حتى بمجهودهم الذاتي اصبحوا بيحاكوا زي اغاني مهرجانات، بس اغاني نقيه يعني ما تضرش المجتمع. طب دلوقتي احنا كنا متفقين طول الحلقه واختلفنا في الاخر، فاحنا خلاص كنا عايزين السخونه دي من اول الحلقه، فاحنا مضطرين بقى نختم الحلقه ونطلع بقى نكمل كلامنا مره عشان يغلب. حلقتنا خلصت وسعداء جدا بتشرفكم اسم من ابرز الاسماء في مجال الفكر والادب والثقافه والنقد الاستاذه الكبيره. ان شاء الله مع الدكتور هدى وصفي. شرفتينا يا دكتور. ويعني زي ما قلنا النهاردة السهرة الخاصة الثقافية جدا، بنوجه كل الشكر لضيوفنا الأعزاء الدكتورة فينوس فؤاد وكيل أستاذ النقد الفني وكيل وزارة الثقافة على وجودها معنا النهاردة، كل الشكر لحضرتك. وبنشكر أيضا الدكتورة هدى وصفي أستاذ الأدب الفرنسي بجامعة عين شمس، كل الشكر على وجود حضرتك معنا النهاردة، أسعدتونا. شكرا دينا. شكرا يا داليا، وشرفتيني النهارده بالمشاركه وان احنا كنا مع بعض في الحلقه دي. وشكرا مشاهدينا للمتابعه، ويتجدد غدا اللقاء مع اسره جديده هنا مسبير.